طارق من ايفون اسلام. النهارده انا هعمل عرض لكيس ابل. زي ما انتم شايفين ده الكيس بتاع ابل. كيس ابل كيس نظيف جدا الحقيقه، يعني كانه شنطه بتتباع. ده الكيس اللي بتاخده بدل ما تدفع فلوس كتير في ابل طبعا. لكن ما تهمليش ان انا هعمل عرض للكيس، لانه في الاول وفي الاخر كيس. لكن هعمل عرض جوه الكيس. ايوه الايباد. مبروك، الحمد لله، فضل من ربنا. جبت الايباد، 64 في الوقت اللي انا اشتريته فيه، ما كانش فيه اقل من كده في امريكا، كان كله خلص. مفيش غير ال 64 بس هو اللي فاضل. احب اشكر تامر اخويا، لان هو اللي بعت لي الايباد من امريكا، وهفتحه قدامكم دلوقتي. بسم الله. طبعا كلنا عارفين الايباد المنتج الجديد من ابل، بيبقى عليه فيرموير 3.2. العلبة بتاعته تقريبا ملمسها زي علبة الايفون، وشبيهة بعلبة الايفون بالظبط. الايباد طبعا اسود تماما. يعني اقدر اقول انه ما شاء الله شكله جميل زي ما توقعت تماما. دي ورقة الحماية بتاعته، حماية من الشحن بس طبعا. هو يعني اسود تماما، ملمسه كويس، رفيع جدا، تقله كويس في الايد، يعتبر نوعا ما تقيل شوية بس مش قوي. حجمه معقول، لا صغير ولا كبير. يعني طبعا صعب ان انت تقول عليه ان هو لابتوب، لانه شاشته لسه انا شايفها صغيره مش كبيره قوي. يعني احيانا الصور بتخدع شويه، لكن لما تمسكه في ايدك تعرف ان هو حجمه مش كبير قوي، مش زي ما انا كنت متخيل حجمه كبير، لكن يعتبر مش سيء. ده الايباد. مهم كمان يكون ما بياخدش وقت طويل في الفتح، والبطاريه بتاعته بتستمر 10 ساعات زي ما ابل قالت. طبعا دي حاجات هنختبرها، وهنحاول ان احنا نطور التطبيقات على الايباد علشان خاطر كلها تشتغل على الايباد. زي ما انتم شايفين اول لما فتح طلب ان هو يتعمل له كونكت بالايتيونز، فهنأجل الموضوع ده دلوقتي. العلبه كمان فيها الوصلة بتاعته، وصلة الـ USB بالجهاز علشان خاطر توصله بالكمبيوتر وبرنامج الايتيونز طبعا. وفي الشاحن، شاحن امريكا الطبيعي اللي برضه بيجي زيه من الايفون. وبعدين العلبة فاضية مفيهاش حاجة تاني. من الحاجات المهمة اللي المفروض تجيبها مع الايفون هو الجراب بتاعه. انا اخترت الحقيقة الجراب بتاع ابل. هو في دلوقتي موديلات كتير، بس يعني قريت ريفيوز على الانترنت كان الكل بيشكر في الجراب بتاع ابل اللي ابل عاملاه. والحقيقه الماتيريال بتاعته جميله جدا، ملمسه كويس، خامته حلوه. زي حاجه
حاجه ما بين القطيفه وما بين ما بين البلاستيك والقطيفه تقريبا، شكله ظريف. الايباد بيخش فيه من الجزء ده من هنا، انا كنت قريت على الانترنت ان هو دخوله مش سهل، يعني لازم تكون بتضغط باصبعك الاثنين عشان يخش بشكل متساوي بالمنظر ده كده. هو ده الجراب بتاعه، متهيألي هيبقى احسن بكتير انه يكون محفوظ في جراب على اساس انه ما يتجرحش من ورا، لان زي ما انتم عارفين ان زي الايبود تاتش بيتجرح جامد جدا خلفيه الايباد، الكيس الالمونيوم اللي ورا بتتجرح قوي، فطبعا هيكون ده اوقع بكتير انه انت تقدر تسيبه على مكتب او تقدر تسيبه على في حته من غير ما تتجرح من ورا. كمان في حاجه ثانيه لسه في الشنطه، ده موبايل مي. الموبايل مي دوت هي خدمه ابل علشان خاطر تقدر لو ضاع منك مثلا الايفون او الايباد مثلا، ده تقدر تلاقيه عن طريق خدمه موبايل مي. موبايل مي بتقدم ايميل كمان، بتقدم ايميل في بوش وبتعمل تزامن مع الكونتاكتس بتاعتك. خدمه موبايل مي ب 99 دولار في السنه. اما تشتري اي منتج من منتجات ابل ممكن تاخد موبايل مي ب 60 دولار، فطبعا بتبقى فرصه ان الواحد كده كده هيدفع 90 دولار، ففرصه ان هو مع اي منتج ابل يشتريه ممكن ياخد اشتراك سنه للموبايل مي بسعر ارخص 30 دولار. مكتوب عليها 99 دولار، لكن هي الحقيقه خدتها بسعر 60 دولار. الايباد سعره 700 دولار، الشحن بتاعه كلفني حوالي 175 دولار من امريكا، الجمارك تقريبا كانت 100 دولار. طبعا الاسعار كلها دي تعتبر غاليه وما انصحش اي حد يشتريه في الوقت دوت، لكن بما ان احنا عايزين نحاول الشغل بتاعنا على الايباد فكان ضروري ان احنا نقدر نحصل عليه بسرعه علشان خاطر نقدر نكمل شغلنا ونقدر نكمل بتاعنا في الموضوع ده. شكرا ليكم، وان شاء الله تابعونا، هنحاول ان احنا نقدم في المرات الجايه حاجات اكتر عن الايباد. السلام عليكم.